إذن بقدر بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل أشرف المرسلين، وسبحان المرسلين إلى سبحان الله في الأول، وخالق الجنة في من صبر وتاب ومعنى الكريم وخالق أحمد في الله، إن شاء الله أكرم الله مصطفى في هذا الوضع الكريم الذي تأمل إليك بإذن الله عز وجل في عبر هذه الوجوه المؤمنة التي يسر أن بسم الله الرحمن الرحيم،
وسائل المتحركه الى مستوى المعرفه واعداد الفلسطينيين المؤهلات
والتخصصات إن الله حدث ذلك فهي عملية
الايديولوجي والتي جاءت من اجل استكمال واستدراك النقاش ومعالجه الاختلالات والقصور من النظام في ضروره التكوين المعتمد بعد عمليه المقاومه والمقاومه. هذه المرحله الثالثه من الاصلاح تهدف الى اولا تحرير برامج ومستويات والاعدادات التعليميه والمقاييس من اجل ممارسه التعليم النوعي والتمكين المتساوي لجميع الطلبه عبر مختلف المؤسسات الجامعيه للوطن. ثانيا اعاده النظر بعروض ومحتويات التكوين قصد مواكبه سوق الشغل واحتياجات المجتمع في شقين الاقتصادي والاجتماعي، كذلك من اجل تمكين خريجي مؤسسات الجامعيه من الاندماج في سوق الشغل، وكذلك استفاده المجتمع من الادارات والهيئات الشبانيه الحامله لتكوين مقاعد نوعي. وفي الاخير ايها الساده اسمحوا لي ان اعبر عن سعادتي باعتبار اشغال المجلس الادارويه المواطنه من مدى جامعتنا التي لم ولم تدخر جهدا في الجو الملائم واحسن الظروف هي ان تكون مهام المناطق بكم كما لازم.